فتحت البوابات مشاهدينا الكرام وانطلق التنافس في سادس أشواط الحفل الثالث عشر المخصص للأفراس المنتجة محليا التي لم تكسب في مشاركاتها السابقة. مشاهدينا الكرام الانطلاقة تبدأ من سيد الرشا من الداخل ومن الخارج يشاهد ضحى في المركز الثاني بنصف طول تقريبا في ممجللة في المركز الثالث ومن الداخل أشاهد أيضا لعيون نوفا تحاول التقدم فيما رافيا من الخارج تحاول هي الأخرى التقدم وربما تتغير المراكز في هذه الأثناء. مشاهدين الكرام التقدم مع ضحى ابنة كلياشي في المركز الأول والمنافسة في هذا الشوط أيضا تبدأ من جينار مشاهدين الكرام وكذلك إيجابية. هذان الاسمان في المركز الأول والمركز الثاني منافسة الشوط ما بين الأفراس المنتجة محليا. محاولات مشاهدة من بقية الأفراس من الخارج وشاهد زرنوقة تحاول التقدم مع الدخول للخط المستقيم باتجاه خط النهاية. مشاهدين الكرام جينار المركز الأول محاولات من رافيا للتقدم مع عبدالله سليمان العضيب تتقدم بالفعل رافيا ابنة عقاب تتقدم إلى المركز الأول في هذه الأثناء. محاولات مشاهدة من بقية الأسماء المشاركة في هذا الشوط مدايد تحاول التقدم رافيا ومدايد رافيا مدايد مدايد بالفعل هي مدايد صاحبة الفوز في هذا الشوط.